صباح الخير يا حبايب، يا وش السعد عليا وعلى عيالي. برضو ما سمعتيش كلامي؟ وانا يعني عملت ايه غلط بس؟ انا اقولك عملتي ايه غلط يا سناء؟ ما تيجوا نشوف. سناء اشترت فراخ اعمار، يعني عرضة لانفلونزا الطيور، وكمان من مكان مش مضمون، يعني مش من مزرعة ولا معمل تفريخ. فراخ عمر شهر زي الفل. الغلطة التانية بقى إنها بتخش على الفراخ بنفس الجلبية اللي عليها، ومش عاملة هدوم مخصوصة تدخل بيها. لكن نادية الشطرة الواعية سايبة من هدومها القديمة حاجة تدخل بيها للفراخ، ولما تخلص على طول تغير لبسها، وما بتنساش تغسل إيديها كويس بالمية والصابون يا ناصحة، ولازم كمان تغسل الهدمة اللي دخلت بيها. واوعي تنسي يا سناء تغيري الشبشب. التصرفات البسيطة دي بتفرق كتير، لأنها بتضمن صحة الفراخ وتحافظ على صحة أهل البيت كمان من أي أمراض أو عدوى. ولا إيه يا سناء؟ استني يا سناء، رايحة فين؟ رايحة حالاً أشتري كتاكيت تكون عمري يوم واحد من المزرعة، ما هو الواحد ما بيتعلمش ببلاش. أيوة كده، اشتروني عمري يوم تكسبوا والخير يدوم.